نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 141 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 11 من مايو 2017 إلى 9 من نوفمبر 2017، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.37% مساوي للإصدار السابق بتاريخ 13 أبريل 2017، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 202%. استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية لها حدوث زيادة مفاجئة بعمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب ما وصفتها بالعوائق الهيكلية بالرغم من ظروف السوق والعديد من الشائعات حول صفقات محتملة. وأضافت الوكالة في مذكرتها أن إتمام صفقات الاندماج والاستحواذ سوف تقتصر إلى حد كبير على المستثمرين الكبار بالسوق المحلية للسماح لحملة الأسهم بتحقيق عائد فوري عند بدء الاندماج. ورجحت الوكالة أن تكون الإمارات والبحرين من الدول المستفيدة من عمليات الاستحواذ لوجود عدد كبير من المصارف بها، فيما لا تضم بعض دول الخليج العربي سوى عدد قليل من المصارف المحلية. والحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية. مرحبا بك، وبداية ما هو تعليقكم على مذكرة وكالة فيتش حول استبعاد الاندماجات حاليا بين البنوك والمصارف في دول الخليج العربية، وهل صحيح أن هناك عوائق تمنع مثل هذه الاندماجات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هناك بعض المشاكل أو بعض القوانين الخاصة لكل دولة بسبب أن المؤسسات المالية تعتبر شريان حيوي لاقتصاد هذه الدول، ولكن من موضوع الاندماجات المحلية بالعكس، يعني هناك اندماجات قوية صارت في منطقة الخليج وبالذات في منطقة الإمارات والبحرين. يعني على سبيل المثال بنك الإمارات، بنك أبو ظبي الوطني مع بنك فيرست غلف بنك اندمجوا وأسسوا تقريبا ثاني أكبر مؤسسة في المنطقة العربية. نعم. بأصول تجاوزت ال 200 بليون دولار، فهذا يدل على أن الاندماجات موجودة. كذلك لا ننسى أن هناك اندماجات كذلك سوف تحدث في المملكة العربية السعودية. أما في البحرين كانت هناك اندماجات لا بأس بها، وقت ما شفنا أن بنك السلام استحوذ على بنك السعودي وبعدين استحوذ على بنك البي ام اي، فعملوا كتله جديده او عملوا كتله جيده في السوق البحريني. نعم. البحرين السوق البحريني مفتوح للاستحواذ او للاندماجات. نعم. ولكن المؤسسات اللي موجوده في البحرين تحتاج الى نقول شريك خارجي. نعم. حتى يعطي للمؤسسات يعني دخول شريك أجنبي في هذه المؤسسات سوف يعطي للمؤسسات المالية البحرينية التوسع الخارجي. نعم. وكيف تقيمون ظروف القطاع المصرفي الخليجي حاليا، وهل تعتقدون أن هناك أي متغيرات فيما يتعلق بالسيولة وأثرها على نشاط السوق بشكل عام؟ لا، هو البنوك الخليجية حتى لو أنت أخذتي بس النتائج مال الربع الأول لسنة 2017 وقارنتيه بالدول العالم ككل، يعني نتائج البنوك الخليجية تعتبر جيدة. نتائج البنوك الخليجية في 2016 حتى يعني تأخذينه كمعيار. نعم. مقارنة بالبنوك الأوروبية، البنوك الأوروبية الآن في أسوأ فترتها، يعني البنوك الأوروبية لا تشهد نمو، العائد على حقوق المساهمين نازل، الأسهم نازلة، ليس هناك ديفيدنس، ليس هناك أرباح تم سدادها للمساهمين صار لهم مدة طويلة. يعني فهذا يعني يدل أن دول الخليج إلى الآن عندها يعني النمو في الأرباح، نمو في الميزانية، نمو كذلك في القدرة على إعطاء التمويلات. نعم. نتمنى المزيد من النمو للأسواق الخليجية. الأستاذ عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، شكرا جزيلا لك.
وإلى أسعار الصرف اليوم، حيث هبط الدولار بينما ارتفع الين الذي ينظر إليه كملاذ آمن بعدما أقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي FBI جيمس كومي في خطوة أحدثت صدمة في واشنطن وحدت من الإقبال على المخاطرة والذي كان قويا هذا الأسبوع. أما الآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. ارتفاع الأرباح الفصلية لفيسبوك بدعم من نمو أنشطة إعلانات الهاتف المحمول. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلقت السوق المالية السعودية عند مستوى 6930 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.17%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فكما تلاحظون على الشاشة فقد أغلقت عند مستوى 6655 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.86% وكانت الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4581 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.6%. أما بالنسبة لبورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1308 نقاط بانخفاض تجاوز مشاهدينا النصف نقطة مئوية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,984,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 619,000 دينار تم تنفيذها من خلال 58 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على قطاع البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وقطاع الفنادق والسياحة، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة ما نسبته 73.5% من القيمة الإجمالية للأسهم.